بحرمان أطفال مهملين من التغطية الصحية والتعويضات العائلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال. سيد الوزير المحترم، نسائلكم حول الإجراءات المتخذة من أجل توفير التغطية الصحية لأطفال المهملين. السلام. سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. سيد النائب، لا، هذا الحق، هذا سيد النائب مضمون بمقتضى القانون، مضمون بمقتضى القانون ديال الكفاله ديال المهملين، الماده كتذكر 15 ولا 22، ومضمون ايضا بالماده 40 من القانون من الظاهر ديال 1972 المنشئ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كتقول بصريح العباره على ان المؤمن له المتوفر على محل للسكنه بالمغرب والذي يثبت قضاء 108 ايام متصله او غير متصله من الاشتراك خلال 6 اشهر مدنيه من التسجيل يستفيد من تعويض عن كل ولد متكفل به مقيم في المغرب، بمعنى ان هذا الامر هذا مضمون بمقتضى القانون ولا يحتاج هو. وانا نقول لك ان الاجراء، ان الصندوق الوطني يطبق القانون في هذا المجال هذا، وعندنا احصائيات متعدده مرتبطه بالناس اللي عندهم الحالات ديال الكفاله ديال الاطفال المهملين كيستافدوا لا في التغطية الصحية ولا في التعويضات العائلية. وشكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيد النائب محترم. السيدة النائبة. سيد، شكرا سيد الرئيسة. السيد الوزير المحترم، طبعا تحققت إنجازات مهمة على مستوى العناية بأوضاع الطفولة في المغرب. اليوم أصبحنا نتوفر على سياسة مندمجة لحماية الطفولة، عندنا برنامج تنفيذي، واخيرا تم اطلاق اجهزه ترابيه لحمايه الطفوله. وطبعا الحمايه الاجتماعيه هي في صلب هذا الاهتمام وفي صلب هذا التوجه. فاذا كان السيد الوزير الماده 22 من القانون 1501 اللي تتنص بوضوح على ضروره استفاده الاطفال المهملين من التغطيه الصحيه وكذلك التعويضات العائليه، فضروره فيجب الاسراع. كاينه مناطق اللي طبعا ما كاينش فيها هذه الاستفاده هذه، ويجب تفعيل هذه المقتضيات. فاليوم سيد الوزير، هذه الاسر اليوم المغربيه اللي تتعد بالالاف واللي كتقدم مجموعه ديال الخدمات الاجتماعيه لالاف المهملين والاف الايتام، فخصها الدعم وخصها كذلك المسانده لتستمر في اداء هذه الرساله النبيله. فخصنا سيد الوزير اليوم نمشيو لاجراءات تحفيزيه واجراءات تشجيعيه لنجعل من الاسره واحد المحضن اللي يمكن به نواجهوا واحد المجموعه ديال الظواهر المقلقه اللي كتهدد الاستقرار والامن المجتمعي. وشكرا. شكرا السيده النائبه المحترمه. هل من تعقيبات اضافيه؟ تفضلوا السيد النائب. سيده الرئيسه، طبعا السيد الوزير تحد ما تينكر الدور ديال الصندوق والدور اللي كيقوم به على المستوى الاجتماعي، ولكن انا كنعتقد بأن الحكومة اليوم مطالبة دير إعادة النظر في توزيع ديال الحضور ديال هذا المكتب هذا في مجموعة من المناطق. كاينة قطاعات استراتيجية اليوم اللي طورات الاستراتيجيات ديالها، خاصة اليوتيس، اللي اليوم مجموعة ديال البحارة ما تيلقاوش هاد الوكالات. ونعطي مثال، مثلا المنطقة ديال سيدي يفني خاص هاد الناس هادو يمشيو حتى لتيزنيت ولا يمشيو حتى لأكادير، أولا كيجي واحد الموظف نهار الاثنين، وهادو الناس كلهم اللي مرتبطين بالاجواء ديال يعني الاجواء المناخيه اللي ما كيبغوش يضيعوا ذاك النهار. امتى غنفرجوا على هذه الوكالات كنت في مدينه سيدي يفني وعلى غرارها مجموعه من المناطق اللي فيها يعني بحاره وكيستافدوا من اليوتيس؟ شكرا. شكرا السيد نائب محترم. هل من تعقيب اضافي اخر؟ لا تعقيب. ردكم السيد الوزير. شكرا السيده رئيسه. السيدين النائبين، واخا التعقيب الاضافي الثاني ما عنديش علاقة بالأول، ولكن أنا أقول أنه بالنسبة له خص يكون غير السيدة النائبة، السيدة النائبة خص يكون الكفيل منخرط في صندوق الضمان الاجتماعي باش يستافد الطفل المكفول، وهذا ما فيه حتى مشكل. إلا كان شي ملف نحلوه، لأن من الناحية القانونية مفكوك. أما بالنسبة لفتح الوكالات ديال صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد النائب، هذا كيخضع للمعايير، هما كيخضعوه المعايير الناس ديال صندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنوات طويلة، ماشي هذا اليوم، كيخضعوه المعايير. لا، إلا كانت بعض الحالات في بعض المناطق يمكن أننا نشوفوا الإمكانية ديال التعامل معها، وإلا فهذاك الموظف اللي كيجي نهار الاثنين هو هذيك الوكالة المتنقلة اللي هضرت عليها قبل قليل. وشكرا. شكرا.